طبعا عدينا بمراحل كثيره من مده من فتره اللي وعينا على الدنيا لهاليوم هذا. يعني الحياه كانت صعبه كثير علينا، عدينا بفترات كنا عن جد يعني نحن بمرحله الطفوله لسه، يعني كان لازم من حقنا انه نعيش طفولتنا، من حقنا نعيش شبابنا، بس ولكن للاسف السنين اللي عدت علينا والحياه اللي والتجارب الصعبه اللي عشناها خلتنا نحس انه نحن اكبر من عمرنا بكثير، عشنا فترات صعبه. طبعا انا بالاول بال 2013 كان زواجي، مواليدي 98، كان عمري بحدود ال 14 15 سنه. طبعا الفتره اللي عدينا فيها بهديك الوقت كانت بدايه دخول داعش على المنطقه في الشهباء، مما دفع الاهالي يزوجوا بناتهم باعمار قاصره، حتى ما كان يتاخذ بعين الاعتبار راي البنت بالشخص اللي لازم يكون شريك حياته، اللي لازم تكفي معه حياته. يعني فينا نقول انه كان في نوع من الاجبار في الزواج، ولهيك نتيجه الزواج القاصر كان معروف لدى الجميع. اكثر البنات تم يعني انفصالهم عن ازواجهم لعدم وصولهم للوعي المطلوب لحتى ياسسوا عائله ولحتى يكونوا امهات. هن كانوا اول شيء اطفال، هن كانوا بدهم لسه مراعاه، لسه بدهم كان شو اسمه تربيه اكثر لحتى يحسنوا يبنوا عائله. تزوجت بال 2013، زوجي عدى بمراحل كثيره، تم اغتياله كمان من داعش، ظل تقريبا لمده 6 أشهر 7 أشهر موجود عند داعش، وكان ايضا موجود بحصار بالمناطق الشماليه لسوريا، ما كان يجي يعني ما كنت اشوفه بالسنه كلها، كنت اشوفه شهر او شهرين. اولادي انحرموا من حنان الاب، وبعد مرور السنوات لل 2017 استشهد. طبعا استشهد في قذيفة الاحتلال التركي، تم استهدافهم بالاحتلال التركي، استشهد بال 2017. كانت عن جد يعني مجزرة بحقه، يعني حتى ما حسنا نشوفه لأنه كان الأصواب كتير أليم، يعني كان متشوه جسديا. لهيك نحن عانينا بفترات صعبة كتير قبل فقدان زوجي، وبعد فقدان زوجي عانيت كتير من الحياة لأنه ما كان موجود جنبي. اضطريت أني أسير لوحدي بهالحياة، هي أقود هالصعوبات وهالتجارب هاي لحالي. وقعت على عاتقي مسؤوليات كبيرة، بجوز أنه نقول نحن نتحملها، بس ولكن نحن ما بنحسن نتحملها، ولكن انجبرنا أنه نتحمل هالشيء. طبعا تربية الأولاد والحياة الصعبة، ومجبورة أنك تراعي المجتمع كمان اللي موجود، مجبورة أنك تمشي كمان على الشيء اللي بيحكوه هن. لهيك عانينا كثير، انزلينا كثير، عانينا من حياة صعبة. لهيك يعني نحن أنا حياتي يعني إذا بدي أحكي يمكن الحكي طول عن حياة صعبة كثير ما شفنا، يعني لا عشنا حياة الطفولة ولا عشنا حياة الشباب ولا عشنا حياة المراهقة أبدا. يعني نحن تحملنا، انعطانا حمل أكبر من عمرنا. يعني دائما لما يسألونا مثلا عن أعمارنا نقول لهم بالفعل هي بالعشرينات، بس ولكن الشيء اللي عدى علينا خلانا نوصل لمرحلة الأربعينات والستينات، لأنه اللي عدى علينا مو سهل. وأيضا كمان المجتمع ما بيرحم المرأة المطلقة أو المرأة الأرملة، دائما بينظروا لها بنظرة صغيرة، نظرة دونية، انه انت خلص يعني صار فيكي هيك، لازم بقى تضلي، لازم ما تطلعي، لازم تحترمي، لازم تنتبهي على تصرفاتك، تنتبهي على حركاتك، تنتبهي على كل شيء. بالاخير هي انسانة كمان، يعني فوق الوجع والشيء اللي عدى عليها، مو بس انه الدنيا مالت عليها، حتى البشر ما بترحمها، حتى البشر كانت السلاح الثاني اللي كان يستخدم ضده. يعني انا من نساء الشابة أنا كسرت القواعد اللي حطوها لهالموضوع هذا، موضوع الأرملة والمطلقة، طلعت اشتغلت، تعرفت، شفت إنه الحياة ما بتوقف عن حدا، بس ولكن بنفس الوقت مثلكم أنا كان في غصة كبيرة ولهلا موجودة، يعني إني فقدت أب لأولادي، فقدت أولادي فقدوا الحنية، ما كان هلا يعني مثلا بيشوفوا أي واحد بالشارع بيصيحوا له بابا، كان يعني ما عرفوا أبوهم لأنه كان واحد عمره 7 أشهر والثاني عمره سنة ونص، يعني لسه كان واحد بالقنداق واحد بداية شو اسمه عم يزحف،
ما بيعرفوا أبوهم مين. لا طبعا أكيد الضغوطات اللي كانت هي بحد ذاتها هي عنف على المرأة. يعني اليوم الضغوطات النفسية بتأثر على المرأة أكثر من الضغوطات الضرب ولا غيره، لأنه اليوم أنا إذا بدي مثلا أكون أنجرح بكلمة، بيقولوا لك دائما هلا عنا بالمثل شو اسمه العام بالعامية بيقولوا الكلمة بتوجع أكثر من السكين، لأنه الكلمة لما بتفوت بتحز بالقلب كثير. لهيك نحن تعرضنا لكلمات جارحة كثير، تعرضنا لضغوطات كثيرة، وزواجي هو بحد ذاته عنف ضدي، كان بعمر ال 14 وال 15 كان بحد ذاته عنف بحق شخصيتي، يعني بحقي انا. اليوم لسه انا ما كنت جاهزه لحتى اكون ام، ما كنت جاهزه لحتى اكون زوجه لزوجي، لهيك لانه انا تزوجت بعمر قاصر هذا بحد ذاته بيدل على العنف ضد المراه، والضغوطات اللي كانت ما كانوا يرحموا، كانوا دائما بيوجهوا لك كلمات صعبه كثير انك تتحمليها، بس مع هيك قاومت ومع هيك انا ما رديت عليهم، وماني ندمان لاني ما رديت على ايش اسمه كلام المجتمع اللي موجود، لانه كلامهم بالاخير لا بيقدم ولا بأخر، مثل ما بيقولوا ارضاء الناس غايه لا تدرك، وانا ما كنت دائما باخذ كلامهم كلهم بعين الاعتبار، بس ولكن بنفس الوقت كنت احترم خصوصيه المجتمع اللي انا فيه. يعني وش اسمه بالنسبه للعنف اللي كان يتمارس مو بس علي انا، كان يتمارس على كافه النساء اللي موجودات ضمن المناطق الشهبه، يعني مو بس انا كان انجبرت على الزواج او كان او تزوجت بعمر صغير ما لازم كنت متزوجه، في كثير منه انه احد الحوادث انا كنت موجوده عليها، يعني اكثر من انه تزوجت انسان اكبر منها ب 15 سنه وحتى تم اهانته، تم ضربه، حتى تم ضربه بالحديد لحتى فقدت الوعي. كان من قبل الأهل، هذا بحد ذاته عنف ضد المرأة، هي ما كان بدها إياه بس ولكن جبروها. يعني أنا كنت موجودة، حتى عم بحكي لكم عن الحادثة كنت موجودة، حتى أنا شلتها وأخذتها على المستشفى. يعني شوفي لوين وصلنا، لقينا مرحلة أنه حتى عم يجبروها أنه تعيش معه، حتى هي أخذته غصب عنه. يعني الفرق اللي بيناتهم، هي كان عمره 14 هو كان عمره 35 سنة، الفرق اللي بيناتهم كان كبير كتير. هي ما هي كانت طفلة، هو كان إنسان بالغ كتير. وجود حماية المرأة يعني أعطاها قوة للمرأة كبيرة كتير، صار إلها الجرأة أنه توقف وتقول أنا إلي حق، أنا إلي حق لازم أخذه، أنا إلي شغلات لازم أخذها، أنا إلي أمور لازم أوقف عليها. يعني أول كان في عندها نوع من التردد، كانت بتخاف، يعني ما كان في إلها درع يحميها. بس لما طلعت ثورة المرأة، ثورة المرأة سوت انتفاضة كتير كبيرة بنساء الشباب. يعني هلأ بتلاقي أكتر النساء ما بقى خلص ما بقى يخافوا من شيء ينفرض عليهم أو بحقهم يكون غلط. يعني دائما كان في رد، وأنا يعني كنت موجودة على أكتر من حادثة، الزوج سواء الأب سواء الأخ مباشر كان يتم الوقوف على هالأم، هي من قبل يعني كسرت الحواجز، الخوف اللي جواتها، وصارت تعرف اللي إلها والعليها، صارت مباشر أي عنف أو أي مزلة أو أي كلمة جارحة بتتوجه لإلها كانت لحالها بتأخذ حقها بإيدها، لأنه بتعرف في ظهر إلها، بتعرف في سند لإلها، بتعرف إنه ثورة المرأة راح تحميها وتحمي كل النساء اللي معها. لهيك يعني شفنا نحن بنساء الشهباء تطورات كبيرة، ما ضلوا على ما هن عليه، وانتم عم بتشوفوا كمان خروجهم ومن المنزل وشغلهم وعملهم وكلمتهم اللي هلا إلها معنى، يعني إلها مكانة بين المجتمع، إلها مكانة بين أهلها، بين عند زوجها، يعني عند كل المجتمع. يعني المرأة ما ضلت على حالها، لأنه ثورة المرأة سوت ثورة داخلية بكل مرأة موجودة بالشهباء. يعني صار في صراع داخلي جواتها، صارت يعني تعيد حساباتها اللي كانت هي عم تعاني منه، لما عم تعيد حساباتها عم تعرف انه الشيء اللي كانت عايشه فيه كان كله غلط، خنوعها وخضوعها للمجتمع اللي هي موجود كان غلط. هي بتحترم خصوصيته بس ولكن ما هو مفروض عليها تكون خنوعه او تكون مقمعه تحت هالمجتمع هذا. بالعكس هي هلا كل مالها عم تخطي خطوات كثيره لحتى توصل لمرحلة تكون فيها عن جد مرأة قوية، مرأة ما هي مستسلمة، مرأة مستعدة توقف بأي إنسان ممكن أنه يوقف بطريقة حتى ولو مين كانوا يكون، ونحن خير دليل على ذلك طبعا.